مشاهدينا إلى هذه الكلمة للمرشح الديمقراطي جو بايدن من ولاية أوهايو المهمة. هم يحاولون تدمير الرعاية الصحية، ولتسع سنوات نجحنا في تأمين الملايين من الأمريكيين وإدراجهم في الكثير من الولايات، بمن في ذلك الناس من أوهايو. دونالد ترامب لا يفهم ما معنى الرعاية الصحية، هو يعتبرها امتيازا. أعتقد أن الرعاية الصحية حق مشروع لكل أمريكي. وبالمناسبة، بسبب تدميره للاقتصاد، حتى قبل الوباء 10 ملايين أمريكي فقدوا قدرتهم على التوظيف، والآن هناك حرمان لهم من الرعاية الصحية بسبب ما فعله ترامب. أنا سأراكم على المنجزات التي حدثت في الرعاية الصحية، وسأزيد الامتيازات وأصلح الأقساط المدفوعة من قبل الأمريكيين. نريد خفض الأقساط ونسمح للرعاية الصحية بأن تغطي الأمريكيين، كل الأمريكيين الذين هم مؤهلون. ترامب يريد أن يفرض الضرائب على هذه الفئات. نحن سنتيقن ونتأكد من حماية الأشخاص الذين لهم أمراض مسبقة، وفي الوقت نفسه فإن مسألة الرعاية الاجتماعية ومخصصات الرعاية الاجتماعية ستتوسع، وسنقوم بأشياء كثيرة تسمح بعدم إفلاس أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن صناديق خاصة بالرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي قد تفلس في 2023 إذا لم نقم بما يلزم. لذلك نود أن يعرف كل الأمريكيين ما الذي فعله ترامب من أجل أن ينزع الكثير من الحقوق عن الشعب الأمريكي. أنا سأضمن وأعزز كل الحقوق، سواء الخاصة بالرعاية الاجتماعية أو الرعاية الصحية، ونحن لدينا أغلبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وستكون لنا الأغلبية في مجلس الشيوخ في هذه المرة. إذن الشيء الذي أزعجني أكثر، ربما عاطفيا أقصد ولكن بشكل واقعي، هو أن الرئيس لم يفعل أي شيء أسوأ من حديثه عن الجنود الأمريكيين ووصفهم بالخاسرين والمغفلين والمخفقين والفاشلين. هذا أمر أزعجني عاطفيا كثيرا. أنا ابني كان محارب ضمن القوات الأمريكية وتطوع لسنة في العراق، وعندما كان يرسل إلى أي مهمة كان ينفذها ورأى الناس من الجنود الأمريكيين يموتون في العراق، ولم يكن فاشلا، لم يكن مغفلا. ابني كان مواطنا له مواطنة عالية. لذلك لا تسمي ولا تصف أبناءنا فاشلين أو مغفلين. 6 جنرالات عملوا في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي، كانوا قد اشتغلوا في قيادة العسكرية، وقالوا إن ترامب غير مؤهل لأن يكون قائدا للقوات المسلحة الأمريكية، وإنه غير أهل بهذه الصفة. وأنا أقول بوضوح، عندما أصبح قائدا لقواتكم العسكرية سأفعل منجزات أكثر مما فعلناه عندما قتلنا أسامة بن لادن وعندما كنت نائبا للرئيس. وبطبيعة الحال سنفعل أشياء أكثر عندما نكون نتولى القيادة العسكرية. هذا الرئيس لا يتحدث إلا عن أشياء يعتبرها منجزات، وهو عندما يتحدث في الأمم المتحدة فإنه يسيء تمثيل الولايات المتحدة الأمريكية. عندما يقف في منصة الأمم المتحدة فإنه لا يقوم بما ينبغي.
ترامب هو دمية وبيدق لبوتين ولم يرد بأي فعل عندما عرف من خلال استخباراتنا أن روسيا تضع مكافآت مالية.